بينا ما يتعلق بالميثاق الذي طرحه السيد رئيس السلطة من قبل على جميع الذين تقدموا للترشح، واتفق معهم على ضرورة هذا الميثاق الذي أبدوا كلهم استعداده، لكنه هذا الميثاق سيكون ثلاثي الأطراف، سيكون السلطة كطرف والمترشح الرسمي كطرف والاعلام كطرف ثالث. بعد خروج القائمه النهائيه تاع المجلس الدستوري راح تكون اظن يوم لو 14 يوم لو 15 نوفمبر. لو 14 ولو 15 نوفمبر الخميس الجاي، نعم سوف تكون التوقيع على الميثاق. ما وقت الصوره المسائيه تشملها كذلك. تشمل كل ما يتعلق بالحمله الانتخابيه، لانه احنا كسلطه رانا متطورين مع التطور التكنولوجي، طبعا ما نبقاوش فيه فقط نتكلموا على الراديو والتلفزيون.